السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الأكارم ونشرة تفصيلية كاملة للأخبار من قناة سامراء. أنا وزميلتي شيرين، حيا الله شيرين. أهلا بك ناصر. يا أهلا بك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية مع العناوين. محافظ صلاح الدين يدعو إلى إيجاد توازن في الأجهزة الأمنية وينتقد ضعف دعم الحشد العشائري. مجلس محافظة صلاح الدين يرجح تعليق عمله في حال بقاء مصفى بيجي تحت إدارة الحشد الشعبي. وداعش يشدد إجراءاته التعسفية بحق أهالي ساحل الشرقاط الأيسر بعد تحرير الأيمن. هذا اليوم نتابع: العبادي يعلن عن تخفيض الحكومة لعجز الموازنة إلى 15 تريليون دينار، والمركزي يعد تراجع احتياطي الدولار طبيعيا بسبب انخفاض أسعار بيع النفط. إلى التفاصيل، أهلا بكم من جديد. اختلال التوازن في الأجهزة الأمنية خصوصا فيما يخص انخراط أبناء صلاح الدين في صفوف القوات المسلحة، وهو ما انتقده المحافظ أحمد عبدالله الجبوري داعيا إلى إيجاد توازن حقيقي في المؤسسة العسكرية. الجبوري وعلى صعيد متصل انتقد أيضا ضعف الدعم للحشد العشائري، مشددا على ضرورة مسك الملف الأمني من قبل الشرطة المحلية وإنهاء أي مظاهر مسلحة، وهو ما سيسهم بزيادة ثقة المستثمرين بحسب تعبيره. يعني حقيقة فينا كشرطة نحتاج إلى 4000، وفي الجيش يعني ماكو تمثيل اللي يغطي نسبة المحافظة، لأننا بلد وبلد مكونات، ويجب أن يكون توازن في الأجهزة الأمنية. فيما يخص مقاتلي العشائر، يعني احنا لحد هذه اللحظة ما أخذنا الرقم اللي نستحق، يعني أخذنا نصف 8.5 من العشائر. كدعم للأجهزة الأمنية يعني قليل جدا، خصوصا الشرطة اليوماني يجب أن يكون للشرطة دور في داخل حدود المحافظات في مراكز الأقضية والنواحي. ما نقبل أي قطعة عسكرية تعمل في الداخل، كل القطاعات يجب أن تمسك أرض في حدود المحافظة، لأنه إحنا أمام أعمار بعد هذا الاستثمار، فالمظاهر المسلحة تطرد ذلك، يعني تمنع حضور، يصير أكو خوف للشركات. وعلى صعيد آخر، ناشد أهالي الجانب الأيسر لقضاء الشرقاط ناشدوا القيادات الأمنية بسرعة إطلاق عملية تحرير مناطقهم من سيطرة تنظيم داعش. وأطلق الأهالي عبر قناة سامراء الفضائية مناشدة إلى قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات صلاح الدين بسرعة إطلاق عملية التحرير للمناطق التي تخضع تحت سيطرة التنظيم، مبدين تخوفهم من تأخر العملية كون هذا الجانب حدودي مع قضاء الحويجة، واستمرارا لوسائل التعذيب التي يقوم بها عناصر التنظيم، أقدمت مجموعة تسمى بعناصر الحسبة على جلد رجل مسن بسبب ارتدائه الساعة في يده اليسرى. استمرارا لإكمال العمليات العسكرية في قضاء الشرقاط، قال عضو مجلس محافظة صلاح الدين عبد السلطان، قال إن الجانب الأيسر من القضاء ما يزال يشكل مخاطر عديدة. وأكد سلطان إن المناطق المحاذية لنهر دجلة من الجانب الأيسر ما يزال خطرا، ما يجعل الوضع غير مشجع لإعادة أهالي المنطقة إليه. ساحل الأيسر ينتظر انطلاق عملية التحرير، ولكن لا زال الخطر يأتينا من الساحل الأيسر،
فالمناطق المحاذية للنهر ليست بالأمان المطلوب اللي نشجع النازحين للعودة إليها لحفاظا على أرواحهم. أما المناطق الآمنة فتتسارع الناس للعودة إلى دورهم ولا أهلهم وذويهم. لا أستطيع أن أحدد النسبة بالضبط، ولكنه تتجاوز 50% إن شاء الله. أعلنت وزارة الهجرة اليوم الثلاثاء عن عودة أكثر من 24 ألف عائلة نازحة إلى أماكن سكناها في محافظة صلاح الدين بعد تحريرها من تنظيم داعش. وذكرت الوزارة في بيان آخر أن أحصائية لبياناتها المتعلقة بالأسر النازحة العائدة إلى أماكن سكناها الأصلية في المناطق المحررة من عناصر داعش بلغت عودة أكثر من 186 ألف عائلة. ولفت البيان إلى أن العوائل عادت إلى مناطقها الأصلية في محافظة صلاح الدين، الأنبار، ديالة، وقضاءي مخمور وسنجار، وناحية القيارة التابعة لمحافظة نينوى. وأشار البيان إلى أن الوزارة دعت الأسر العائدة إلى ديارها الأصلية في المحافظات مراجعة فروع الوزارة في محافظاتهم للتسجيل ولتوثيق عودتهم. من جانبه بيّن وزير الهجرة العراقي محمد جاسم بيّن أن النازحين من قضاء أشرقاط عادوا إلى منازلهم بعد 24 ساعة على تحرير القضاء من سيطرة تنظيم داعش. وزير الهجرة أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمول الحكومة العراقية فيما يخص شؤون النازحين، وإنما منظمات الأمم المتحدة المعنية بهذا الأمر. وقال جاسم أن وزارة الهجرة أنشأت فريقا مشتركا لعملية الاستجابة الإنسانية من خطوط التماس وخطوط الاشتباك إلى مراكز الإيواء، فضلا عن تسهيل إجراءات التدقيق الأمني للنازحين. ووصف جاسم عملية الشرقاط بالمفرحة جدا لوزارة الهجرة، لأنه تم تحرير مركز المدينة دون أي عملية تنزح منها أي عائلة، فيما بدأت العوائل في أطرافها بالعودة بعد 24 ساعة من التحرير، واصفا الإجراء بالجيد جدا مقارنة بعمليات تحرير المناطق الأخرى. تحرير الساحل الأيمن لقضاء الشرقاط والذي يعتبر المركز وطرد عناصر داعش منه أجج مشاعر الانتقام لعناصر التنظيم من الأهالي في الساحل الأيمن خوفا من تعاظم الشعور المعادي له. وتتوالى الأنباء من هناك حول تجديد الإجراءات والتضييق على حياة المواطنين في الجهة اليمنى من قضاء الشرقاط، وسط انعدام أدنى متطلبات الحياة بسبب إجراءات داعش هناك. بعد تحرير الجانب الأيمن لقضاء الشرقاط الذي يعد الشريان الحيوي في مركزه، تبقى الجزء المكمل والمحاثي لقضاء الحويجة الجانب الأيسر تحت وطأة عناصر تنظيم داعش الذين تفننوا بأبشع أساليب التعذيب لأهل هذا الجانب. ويأتي الموت على أشكال عدة لأهل القضاء، فإن لم يكن بإعدام عناصر التنظيم للأهالي يموتون بسبب النقص الحاد في المواد الأساسية للحياة وتضييق التنظيم الخناق عليهم بين الحين والآخر بتهم عدة، آخرها كان جلد رجل طاعن بالسن بسبب ارتدائه ساعة بيده اليسرى. الأهالي نشدوا عبر قناة السامراء الفضائية القيادات الأمنية إلى سرعة إطلاق ساعة التحرير والخلاص من التنظيم الذي بدأ ينهي مظاهر الحياة عند أغلب السكان الذين يسكنون هذا الجانب. وفي نفس السياق أبدأ الأهالي تخوفهم من تأخير عملية التحرير كون هذا الجانب محاذي لقضاء الحويجة الذي يعد مركزا استراتيجيا لتنظيم داعش، فيما رجح خبراء أمنيون أن العملية ستنطلق بالقريب العاجل لطي ملف داعش في محافظة صلاح الدين. أعلن محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله عبد أن نسبة الأضرار في مصفات بيجي تجاوزت 60%،
وهناك أجزاء مدمرة بشكل شبه كامل بسبب العمليات الإرهابية. وقال محافظ صلاح الدين أن مصفات بيجي مدمرة والحرائق التهمت أبنية ومخازن الوقود فيها وهي معطلة بالكامل، مما يؤثر على الوضع الاقتصادي للمحافظة وللعراق عموما. وأشار عبد إلى أن مصفات بيجي تعد من أكبر المصافي في الشرق الأوسط، وكانت توفر المشتقات النفطية للعراق بشكل كامل، كما توفر فرص عمل واسعة وفي مختلف المجالات. وطالب محافظ صلاح الدين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي بتقديم الدعم لإعمار المصفات وإعادتها للعمل خدمة للاقتصاد الوطني. ما تزال بعض فصائل الحشد الشعبي تسيطر على مصفى بيجي وتتحكم بالدخول إليه منذ سنة كاملة، وتمنع زيارات متكررة للجهات المعنية بهدف الوقوف على واقعه وتقييم أضراره. وبعد أن باءت جميع محاولات الدخول للمصفى بالفشل، اكتفى مجلس محافظة صلاح الدين خلال جلسة اليوم بترجيح تعليق عمله في حال استمرار الوضع في المصفى على ما هو عليه وبقائه تحت سيطرة الحشد. تسليم المصفى خلال شهر، وإلا من المحتمل أن يعلق أعماله كمجلس محافظة، يعلق أعماله لأن المدينة تحررت صار لها أكثر من سنة، ولحد الآن مع الأسف هذا الجانب لحد الآن مقفل، ولحد الآن ممنوع الدخول بالنسبة لنا حتى لنا أعضاء مجلس. ما نقدر ندخل المصفى، قائد عملية صلاح الدين ما يقدر يدخل المصفى، فالعملية يعني أصبحت يعني خرجت عن حدودها. لذلك مناشدة لقيادات الحشد الشعبي، ومناشدة لرئيس الوزراء، مناشدة للأجهزة الكتل السياسية كلها أن تقدم على اتخاذ هذا القرار، وأن يسلم الحماية الأمنية لشرطة النفط ويسمح بدخول كادر المصفى إلى داخل. حقيقة شيبنا بهذه المصافي. حتى وإن قيمت أضراره وسمح بدخول الجهات المختصة إليه، فإن مصفى بيجي النفطي الشريان الاقتصادي الأبرز للبلاد لن يعود إلى الخدمة كما كان في سابق عهده. السبب في ذلك أن أضرار المصفى في تفاقم مستمر نتيجة سيطرة بعض فصائل الحشد الشعبي عليه ومنعها للكوادر الفنية من دخوله، ولأسباب تبدو واضحة من خلال إصرار تلك الفصائل على عدم السماح بالاطلاع عليه. هناك حديث عن تفاقم لهذه الأضرار بسبب أنه الأمن داخل المصفى يعني غير منظم، لا توجد جهة واحدة مسؤولة عن هذا الموضوع. هذه قضية يجب أن تقوم الحكومة المركزية بوضع حد لها، يجب أن تحدد القوة الأمنية التي تستلم الملف الأمني داخل المصفى وتحاسب على التقصير. أما شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط العراقية والتي يقع على عاتقها تشغيل المصافي في المناطق الشمالية، فقد اقتفت خطى وزير النقل في المبالغة، وبينت على لسان معاون مديرها العام عبد القادر الصعب أن كوادرها لن تواجه صعوبة في إعادة تشغيل المصفى. الكوادر الموجودة في المصافي كوادر اختصاصية ممتازة جدا حقيقة، ذات خبرة عالية. عندنا خبرة تشغيل المصافي بدأ بسنة 1980، يعني عندنا خبرة 36 سنة. وبين التفاؤل الرسمي الذي يصل حد المبالغة كما توضح آنفا في حديث المسؤول، وبين الواقع المزري الذي يطغى على منشآت مصفى بيجي، تظهر وجهة واحدة تبسط النفوذ وتمنع الدخول، تقابلها مناشدات من قبل مجلس المحافظة وتهديد خجول بتعليق عمله في حال بقاء المصفى خارج إدارته. الكوادر الموجودة في المصافي كوادر اختصاصية ممتازة جدا حقيقة، ذات خبرة عالية. عندنا خبرة تشغيل المصافي بدأ بسنة 1980، يعني عندنا خبرة 36 سنة حقيقة، شيبنا بهذه المصافي. مشاهدينا، وللحديث أكثر حول مجريات العمل في مصفى بيجي ينضم إلينا الخبير النفطي صباح الله وحياكم الله. سيد صباح معنا في نشرة أخبار سمرة. حياك الله. حياكم الله. أهلا ومرحبا. أهلا بكم. بداية يعني أود أن أسألكم كيف يكون التصور الرئيسي اليوم حياكم الله.
أهلا بكم. كيف يكون التصور الرئيسي بنظركم عن موضوع مصفى بيجي في حال عدم إعادة إدارة المصفى إلى الحكومة المحلية في صلاح الدين؟ بداية أن مصفاة بيجي يجب أن تدرك حكومتنا وكذلك أيضا قادة العملية السياسية أن مصفاة بيجي كانت تضم 15,000 موظف من مهندس إلى فني إلى كادر إداري إلى كوادر تسويقية وخبرات مختلفة في مجال الصناعة النفطية. هؤلاء ستكلف الدولة في حال ما إذا تم عدم استعادة بناء هذا المجمع العملاق الذي يعتبر الفريد في نوعه في الشرق الأوسط، والذي يقع على مساحة شاسعة وكبيرة. بصراحة سيشكل زيادة في نسبة البطالة خاصة في محافظة صلاح الدين. بالدرجة الأساسية أيضا أن اللجنة التي تخصصت في عمليات تقميم الأضرار من جراء العمليات دخول داعش وعمليات محاربتها وطردها من المصفات وكذلك أيضا من مدينة بيجي، هذه اللجنة خرجت بنتائج أن أكثر من 65% من منشآت المصفات التي تضم العديد من المصانع المختلفة نلاحظ تحتاج إلى إدامة وتحتاج إلى صيانة، أو تعتبر 62% منها أو 65% مدمرة. ولذلك نلاحظ التكاليف التي قدرت من قبل وزارة النفط في من قبل هذه اللجنة سيد صباح يعني في 2015 قدرت بحدود حوالي 12 إلى 20 مليار دولار. طيب سيد صباح، يعني من خلال حديثكم هناك من يعتبر أن التدمير الحاصل اليوم في مصفى بيجي من غير الممكن إعادته في مصفى يعني إلا عن طريق في المصفى إلا عن طريق الاستثمار، وهذا يدفع طبعا باتجاه خصخصة المشاريع العامة. بالتالي كيف يمكن قراءة الوضع المالي والحالي أيضا من خلال الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد؟ حقيقة التوجه الحكومي في مسألة الاستثمار خصوصا في المناطق التي دخلها داعش ودمر كثيرا من بنيتها التحتية، هذا مرهون بأن موقف الدولة المالي المستقبلي ضعيف في مسألة إعادة إعمار البنية التحتية لأي منطقة، يعني ليس فقط بيجي وإنما المناطق الأخرى، وهذه حجة في اعتقادي سترسو إلى أزمات مالية وتأخير في عملية الإعادة للبنية التحتية في أي منطقة ومن ضمنها بيجي، خصوصا أن بيجي تعتبر من الثلث إنتاج العراق من المشتقات النفطية والغاز وغيرها من المصانع الموجودة تمول العراق بكميات كبيرة جدا التي خصوصا وهو بأمس الحاجة في الظرف الحالي لها، بديلا لعمليات الشراء من خارج العراق ممثلة بالبنزين أو الكيروسين أو النفط الأبيض أو الزيوت بكل أشكالها إضافة للغاز. ولذلك نلاحظ هناك مساومات مالية كبيرة، هناك عدم إدراك لأهمية هذه المصفات في العمل على إعادتها واسترجاع هذا الكادر الكبير الممثل بأكثر من 15,000 من الموظفين والفنيين والمهندسين وهم مسؤولين عن إعالة عوائل. فهذا عدم الاكتراث في استعادتها للفترة الزمنية القادمة سيشكل لنا ضررا كبيرا وانعكاسا كبيرا في زيادة نسبة البطالة وزيادة حتى نسبة الفقر ليس فقط في العراق وإنما بشكل خاص في محافظة صلاح الدين. ولذلك على الدولة الإسراع في عملية استعادتها بعيدا عن عمليات التسييس التي تطلق من هنا وهناك. بصراحة أنها تقع في منطقة فيها حالة من حالات الصراع الطائفي. سيد صباح، حقيقة
سيد صباح، يعني هناك ربما تلويحا بتعليق عمل مجلس محافظة صلاح الدين في حال عدم تسلم المصفى أو تسليم المصفى للإدارة المحلية، برأيكم هل هذا هو الحل الأنسب لإعادة الحياة إلى مصفى اليوم أصبح شبه مدمر؟ بصراحة خبراء كثيرون في مجال الصناعة النفطية والذين يدركون تأسيس هذه المصفات عام 1976 أن الأضرار أكثر من 65%، وهناك مؤشرات علامات استفهام كبيرة أن كثير من المعدات تم نقلها أو سرقتها، وهذا يشكل زيادة في عمليات الدمار وزيادة في عمليات الرساميل التي يجب أن توظف من أجل العمل على استعادته. ولذلك بصراحة هناك حالة تسييس لعملية استعادة مصفاة بيجي من خلال رئاسة مجلس محافظة صلاح الدين أو العمل على استبداله كمساومة بحيث يكون بعيدا عن إدارة المحافظة، وهذا بصراحة يشكل أنا في اعتقادي خطرا اقتصاديا كبيرا على المحافظة إذا ما تم إهماله بشكل كبير أو استطالت الفترة الزمنية على استعادته، سيشكل خطرا من حيث توسع نسب البطالة في داخل المحافظة وفي العراق بشكل عام. طيب وضحت الصورة سيد صباح، يعني بالتأكيد في حال إذا ما تم إعادة يعني العمل وتهيئة مصفى بيجي ستعود هذه الثروات إلى البلد وأيضا تساهم في دعم الاقتصاد العراقي، ربما يعني من خلال الاكتفاء الذاتي في بيع المشتقات النفطية من عدم استيرادها إلى ما شابه ذلك. هل يعني ذلك أن إيقاف المصفى يصب في مصلحة كما يقال البعض من تجار النفط؟ بالتأكيد كما قلت أن من 10/6/2014 ودخول داعش إلى العراق واحتلاله لمثل هذا المصفات العملاق حقيقة، تم استعادة الدولة استعاضت بعمليات الاستيراد من الخارج من دول الجوار وبالذات بالدرجة الأساسية من إيران وتركيا، استيراد مختلف المشتقات النفطية وما زال ولغاية الآن. ولكن المساومات السياسية اللي اللاحقة في الظرف الحالي ستشكل عائقا كبيرا، يعني حتى لو أن إدارة المحافظة الجديدة لو فرضنا مجلس المحافظة في صلاح الدين استلم المصفات لم يستطع تأمين الأموال الكافية لاستعادتها، وبهكذا ستكون ثقلا كبيرا على ميزانية المحافظة التي ستقر في موازنة 2017 او الموازنات السنين القادمة، بحيث لا تكفي ولا تسد المطلوب لإعادة بنائها وإعادة صيانتها وإعادة ترميمها وتجديدها التي تكلف بحدود حوالي بين 12 إلى 15 مليار. وهناك تقارير تعطي الموقف بشكل غير واضح وتصدر من التصريحات أن المصفات بحاجة إلى 3.2 مليار دولار لاستعادته. نعم، الخبير في الشؤون النفطية السيد صباح علو، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في نشرة أخبار سمراء، شكرا جزيلا لكم سيدي. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزارة الهجرة تشير إلى عودة أكثر من 24 ألف عائلة في صلاح الدين. وما حدا انطانا، اقسم بالله لا مبرده لا كل السوالف ماكو فايده، وكلام الله وكلام الله. هذاك ابو الجقاير جزاه الله الخير، يطلبك الجقاير الوجه الله فاهم لولا اكثر من هذا ماكو.
ومع الأسف مع الأسف البلد النفط ايش يصير فيه؟ مع الأسف مع الأسف مع الأسف واكثر من هذا ما احنا بلد الخير هيك يصير بنا؟ مع الأسف. إلى العناوين. محافظ صلاح الدين يدعو إلى إيجاد توازن في الأجهزة الأمنية وينتقد ضعف دعم الحشد العشائري. مجلس محافظ صلاح الدين يرجح تعليق عمله في حال بقاء مصفى بيجي تحت إدارة الحشد الشعبي. وداعش يشدد إجراءات التعسفية بحق أهالي ساحل الشرقات الأيسر بعد تحرير الأيمن. بعد فراغ إداري واسع في منصب القائم مقام شهدته مدينة بلد على طوال الفترة الماضية وعلى خلفية التدهور الخدمي وتشظي القرار الإداري، أعيد اختيار عامر عبد الهادي لمنصب قائم مقام المدينة. وجاء الاختيار على خلفية قرار صادر من المحكمة الإدارية الاتحادية بإعادة عبد الهادي لهذا المنصب بحسب ما أفاد به مراسلنا في بلد. وأضاف المراسل إن الإجراءات النهائية للمحكمة الإدارية الاتحادية اكتملت مع الإعازة بمباشرة عبد الهادي لمهامه بصورة رسمية. وكانت مطالب كثيرة أطلقها المواطنون بالإسراع في تعيين من يتولى هذا المنصب كونه على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للمدينة. وعلى صعيد آخر، فبسبب النقص الحاصل في الآليات الخدمية لناحية يثرب، أكد مدير ناحية يثرب حارث عبد النبي أن الآليات الموجودة حاليا لا تلبي الحاجات الماسة للمنطقة، كما أن طريقة عملها ليست بالمستوى المطلوب. وبيّن عبد النبي أن الناحية ناشدت مديرية بلدية صلاح الدين لأكثر من مرة بمخاطبات رسمية وزيارات ميدانية، إلا أن الحصة بقيت قليلة كما هي. آليات وهي شفل، قلابات، كابسات، حملات للعمال في المناطق المأهولة بالسكان، إضافة إلى المناطق الصامدة وهي دور القاعدة، مناطق الحاتمية، مناطق البحسان، مناطق سعود، ولكن هي الحاجة لا تلبي جميع الاحتياجات، وهي طريق عملها غير مثالي طبعا، لأنه الآليات قليلة، إضافة إلى تجهيز بالوقود قليل جدا. ناشدنا بلديات صلاح الدين أكثر من مرة من خلال مخاطبات رسمية، إضافة إلى اتصالات هاتفية، إضافة إلى زيارات ميدانية، ولكن بقيت الحصة قليلة والتجهيز قليل، وهذا يؤثر سلبا على عمل الآليات وحركتها. بتوجيه مباشر من قيادة عملية سمراء وبالتعاون مع سرايا السلام، باشرت حملة بإزالة الشعارات الطائفية في مداخل ومخارج القضاء كبادرة لتعزيز السلم المجتمعي. كما ساهم عدد من النشطاء المدنيين والفنانين في الحملة لنقل رسالة السلام بين كافة أطياف المجتمع العراقي. بالتعاون مع سرايا السلام، أطلق النشطاء المدنيين وعدد من الفنانين حملة لإزالة الشعارات الطائفية في مدخل مدينة سامراء. بالتوجيه من قيادة عمليات سامراء التابعة لسرايا السلام، قامت قيادة العمليات بتوجيه اللجنة الثقافية بالتنسيق مع لجان المجتمع المدني والرسامين والخطاطين لإزالة الشعارات الطائفية والفئوية واستبدالها بشعارات وحدوية تدل على المحبة والسلام والاطمئنان إلى مدينة سامراء المباركة. بهذه الفكرة حقيقة، هي فكرة من الأخوة في سرايا السلام، إبعاد الشعارات جميعها من مداخل مدينة سامراء وتزيينها بطريقة جمالية. الفكرة والدعم الأساسي من سرايا السلام ومشاركة تعاون لجنة القراءة وفنانين ومثقفين من مدينة سامراء. نشطاء ومشاركون في الحملة أكدوا أن الهدف من خلالها هو نشر روح المحبة والسلام للقادمين إلى مدينة سامراء. الرسالة اللي احنا نريد نوجهها لكل المجتمع أنه نبث روح الحب والوئام والسلام ومعايير التعايش السلمي
وتركيزها وتثبيتها في المجتمع العراقي. جينا من بغداد حتى نأدي رسالة الحب والسلام على هاي المدينة، مدينة السلام، المدينة التاريخية. الفن واللون هو رسالة سلام ومحبة حتى تسود على هاي المدينة الجميلة، المدينة الحضارية. العيش بسلام وإرسال رسالة الحب والتعايش بصورة سلمية عن طريق هذه الألوان والشعارات تبعث روحا جديدة من الطمأنينة والمحبة. من سامراء، مصطفى السامرائي، قناة سامراء الفضائية. مشاهدينا، هذه انتقال الأخبار الاقتصادية مع الزميلة ضحى. مساء الخير يا ضحى. مرحبا ناصر، أهلا بكم جميعا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وعليكم هذه النشرة الاقتصادية، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. صوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء على قانون يعفي الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم. وقال مصدر نيابي إن مجلس النواب صوت خلال جلسته 21 من الفصل التشريعي الحالي التي عقدت اليوم على قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم. وأضاف المصدر أن التصويت تم بالأغلبية. يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد اليوم جلسة 21 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيسه سليم الجبوري وحضور 168 نائبا. أعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عن تخفيض الحكومة لعجز الموازنة إلى 15 تريليون دينار، وفيما لفت إلى عدم إمكانية حل المشاكل بين بغداد وأربيل ضمن جلسة واحدة أو جلستين. وقال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمر صحفي عقده في القصر الحكومي إن الحكومة خفضت العجز في الموازنة إلى 15 تريليون دينار بعدما كان 32 تريليون دينار. وبشأن العلاقة بين بغداد وأربيل، أوضح العبادي أنه لا يمكن حل المشاكل بين الطرفين في جلسة واحدة أو جلستين، لافتا إلى إمكانية حلها ضمن عراق موحد. أعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي بظهر محمد صالح عن انطلاق المباحثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل للحصول على 5 مليارات و300 مليون دولار. وقال صالح إن الأسبوع المقبل سيشهد انطلاق المباحثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في واشنطن لتنفيذ اتفاقية الاستعداد لائتمان التي سيحصل بموجبها العراق على 5 مليارات و300 مليون دولار كقرض لدعم الموازنات لمدة 4 سنوات. وأضاف صالح أن القرض سيتيح للعراق مظلة مالية دولية ساندة ومؤازرة بصيغة قروض ميسرة لسد فجوة التمويل يصرف معظمها لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى وجود 13 جولة مباحثات أو ما يعرف بمراجعة تخص تنفيذ اتفاقية الاستعداد الائتماني بين العراق وصندوق النقد الدولي. أعلنت وزارة التجارة عن مشاركة أكثر من 10 دول عربية وأجنبية في معرض بغداد ضمن دورته 43، مبينة أن المعرض سيتضمن أيضا إقامة فعاليات ثقافية وفنية. وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة هاشم محمد حاتم في بيان
أن الشركة أكملت استعدادها وجاهزيتها لإقامة الدورة 43 لمعرض بغداد الدولي، والتي ستبدأ فعالياتها في الأول من شهر تشرين الثاني المقبل بمشاركة أكثر من 10 دول ومئات الشركات المحلية والعربية والأجنبية. وأضاف حاتم أن أبرز الدول المشاركة في المعرض هي مصر وفلسطين واليابان وإيران وتركيا وألمانيا وهولندا والهند وأوكرانيا وتونس ومئات الشركات المحلية والعربية والعالمية. عد البنك المركزي العراقي انخفاض احتياطاته من الدولار ظاهرة طبيعية بسبب انخفاض أسعار بيع النفط، مشيرا إلى أن احتياطاته الحالية تكفي لتغطية العملة المصدرة والاستيرادات لمدة طويلة. وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق إن تراجع احتياطات البنك المركزي هي ظاهرة طبيعية بسبب تراجع أسعار النفط عالميا، ما أثر بشكل مباشر على عائدات العراق المالية، عادا أن سياسات البنك كانت حكيمة واستندت إلى تحقيق التوازن المطلوب ما بين المحافظة على الاستقرار المرغوب في سعر الصرف من جانب، وتلبية احتياجات استيرادات القطاع الخاص من جانب آخر، مشيرا إلى أن الاحتياطات ما زالت جيدة وكافية لتغطية العملة المصدرة والاستيرادات لمدة تفوق 6 أشهر، وهو الحد الأدنى المطلوب بحسب المؤشرات المالية العالمية. نبقى الآن مع أسعار دينار العراقي أمام العملات الأجنبية وأسعار برميل النفط والذهب. شكرا ضحى. والآن ننتقل إلى الأخبار الرياضية مع زميل حميد. أهلا بك. أهلا شيرين. مبروك للفريق العراقي. مبروك للجميع. مبروك للجميع. شكرا جزيلا. أهلا بكم أحبتي المشاهدين وجولة رياضية جديدة، لكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم مرة أخرى. أكد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان دعمه المتواصل للمنتخبات الوطنية وبالأخص منتخب الشباب الذي تنتظره مشاركة مهمة في نهائيات كأس آسيا للشباب في مملكة البحرين. أنا طبيعتي ما أتحدث، منتخب الناشئين قبل أسبوعين كان كابتن عباس عطية وبعض أخواننا أعضاء الاتحاد، يعني حقيقة على تواصل معي، وحتى في البيت قعدنا مساء واجتمعنا واتصلنا وهيئنا بعض المبالغ وذهبوا إلى المعسكر التدريبي من الوزارة، وأيضا المنتخب الوطني احنا على تواصل معهم. المشكلة هي يعني ما ممكن كل شيء ظهر بالإعلام، أنه قعدنا مع فلان حكينا مع فلان خصصنا كذا، تعرفون هاي القضايا أنا أترفع عنها وأتركها للزمن، بس أكيد منتخباتنا وشبابنا سواء بكرة القدم أو غير كرة القدم احنا على تواصل رغم كل الظروف الصعبة اللي نعيشها بالذات الظروف المالية، لكن الوزارة مع الاتحاد بتواصل ويعني دعم مستمر بالذات لمنتخباتنا الوطنية الأربعة ومنتخبنا النسوي. موعد قطف الثمار كان بعد لقاء الفريقين اللذين قررا حسم دور الكرة الطائرة في العاصمة بغداد وعلى قاعة الشعب المغلقة لدور النساء للكرة الطائرة، والذي شهد فوز فريق قرقوش بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي. علي الحسني معه التفاصيل. بعد 5 أيام من مباريات الدوري العراقي للكرة الطائرة، حيث حان موعد الختام وقطف الثمار حين التقى فريقا أمانة بغداد وقرقوش في المباراة الختامية، والتي شهدت فوز نساء قرقوش وتحقيقهن لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي. الدوري الحمد لله والشكر كان ناجح، وكان نهايته الحمد لله عرس جميل، استفادت الفرق من هذا التجمع، وإن شاء الله هنالك تجمعات مقبلة أقربها إن شاء الله سوف يكون في العطلة الربيعية. اليوم فرحة كبيرة بإحرازنا لقب الثالث على التوالي بعد التهجير، نهدي هذا الفوز إلى منطقتنا العزيزة وإلى جماهيرنا قرقوش،
الحقيقة كان مستوى الإعداد الفني بمستوى مطلوب للحفاظ على اللقب. المستوى الفني للبطولة كان دون الوسط لعزوف أندية إقليم كردستان على المشاركة بسبب الظرف الأمني وقلة الفرق المشاركة. الحمد لله نطمح بأن نكون أن نحافظ على اللقب في السنة القادمة وإن شاء الله بعد العودة إلى الديار. الفرق المشاركة أبدت شكرها للاتحاد على إقامة الدوري في بغداد بعد غياب دام لأكثر من 13 سنة، ودعت الاتحاد لاستثمار المواهب والطاقات الكبيرة التي أبرزتها البطولة لتشكيل منتخب نسوي أسوة بباقي دول المنطقة. البطولة لاقت ترحيب إعلامي ونجاح مميز، ومن المؤمل أن تقام بطولة أخرى إن شاء الله في العطلة الربيعية تكون أكثر مشاركة وأكثر نجاح، سيتم من خلالها انتقاء اللاعبات وتشكيل المنتخب الوطني الاستحقاقات المقبلة إن شاء الله. البطولة كانت محسمة من بدايتها، لأن فريق قرقوش فريق متمرن، فريق داخل معسكرات، فريق عنده مدرب محترف نقدر نعتبره لمدرب، هو مدرب منتخب. الاتحاد مشكور على إقامتها ببغداد. وعلى الرغم من أجواء المنافسة الرياضية التي شهدتها المباراة الختامية، إلا أن لاعبات قرقوش رفعن لافتات ناشدن من خلالها الحكومة للإسراع بتحرير أرضهن المغتصبة. نسوة قرقوش وبلا عناء تمكن من حسم اللقب بسلاسة تامة وأداء مميز على حساب أمانة بغداد الذي رضي بلقب الوصيف. من قاعة الشعب المغلقة ببغداد، علي الحسني، سامراء الفضائية. شكرا لزميل حميد ناصر. ماذا لو كنت انت مكان ميسي؟ ما راح العب طبعا. شكرا لك. مشاهدينا قبل الختام نذكر بأبرز العناوين. محافظ صلاح الدين يدعو إلى إيجاد توازن في الأجهزة الأمنية وينتقد ضعف دعم الحشد العشائري. مجلس محافظة صلاح الدين يرجح تعليق عمله في حال بقاء مصفى بيجي تحت إدارة الحشد الشعبي. وداعش يشدد إجراءاته التعسفية بحق أهالي ساحل الشرقاط الأيسر بعد تحرير الأيمن. نشرتنا انتهت، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله. دمتم بخير.